هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. معكم عبد الرحيم شاكير لاعب فريق رجاء الرياضي. اي لعب كيدوز من فرق الاحياء. انا ودرب سلطان وتحيم جيد، لعبت صغير في فريق رجاء بيضاوي ما كملتش. كانت كيفاش كتعرف اي لعب كيدوز في واحد المرحله ديال الدرب؟ كل كيف فين ما كاين شي ماتش شاكير هنايا في لارميطاج، حيت سيرتو هنايا حدايا لارميطاج، ياك عارف لارميطاج راه خرج العلامه ديال الكره، سيرتو ولا درب سلطان دورمي بيتشو فتحي جمال. الحمد لله الطفوله دازت احسن ما يرام كما كيدازو كاع اي لعب. الوالد ديالي كان خدام في النقل المدينه في الطاك، ومن بعد الروسوفور، من بعد كان خرج من الطاك وخدا واحد الهوندا كان خدام بها. وملي كنتي صغير كنتي كتجي تفرج في الرجاء ولا كنتي؟ بيان سير الرجاء سول عليا بريسلي، سول عبد العالي فريما ليام تليفيزو بنانا. كنت كنتبع الرجاء باقي صغير، كنت كنتفرج، كنت كنتألم معاهم. كان الحلم ديالي هو نلعب في فريق رجاء بيضاوي، والحمد لله ربي وفقني. ولكن بين الحلم والتحقيق ديال الحلم ضربتي شي دوره، عاود لينا الدوره هذه كيفاش ضربتيها من محمديه فوالا. كما كيعرف الجميع لعبت صغير في فريق رجاء بيضاوي، ما كملتش، التحقت بفريق اتحاد محمدية اللي قضيت معه 3 مواسم في الدوزيام سيري. من بعد لعبت في جديدة، التحقت بفريق الدفاع الحسني الجديدي اللي قضيت معه 2 سنين. ومن بعد الدفاع الحسني الجديدي التحقت بفريق الجيش الملكي اللي لعبت معه 6 سنوات، ودابا فريق رجاء بيضاوي العام الثالث ليه. حاول لي ملي كنت كتلعب في الجيش الملكي كانوا قويين هذوك ديك الفرقه، فاش دستي في ديك الفتره اللي دستي فيها كنت كتجي تلعب في كازا وكتلعب ضد الرجاء، واش كان عندك هذاك الماتش عادي ولا كنت كتحس بشي حاجه سبيسيال؟ فاش غادي نقول لك سيرتو انايا ودرب سلطان وكانوا ديجا نفر عارفين لي انا رجاوي، ولكن كما كنعطي الخدمه ديالي في رقعه الملعب كما كيعرف الخدمه هي الخدمه. سيرتو ملي كتكون لاعب ضد الفريق الام ديالك، وهذه كتبغي تبين، كتبغي تعطي الخدمه ديالك مزيان في التيران باش كيشاد بها الجميع. وملي وصلتي للرجاء كيفاش عشتي الرجوع ديالك الى قلتي لها الفرقه ديالك؟ كيفاش استقبلك الجمهور؟ انا عارف بلي انه وقعوا شي شويه ما نقولش مشاكل، ولكن عاود لينا انت كيفاش عشت هادشي من الداخل الرجوع ديالك الى كازا. فاش غادي نقول لك ملي كترجع للفريق الام، سيرتو الظروف اللي دازت مع فريق الجيش الملكي كلشي كان عارفها. دازت ظروف شويه في الاخر ملي خرجت من الجيش ما كانش مزيان، ما تعاملوش معنا، ولكن ملي جيت فريق الام بحال يلا غادي نبدا الكره، كتحس بواحد الاحساس جيد بفريق لا جمهور. في الاول لقيت عراقيل مع كاين اللي قبلها كاين اللي ما قبلهاش، ولكن الحمد لله الخدمه ديالي في الميدان واللي خلات العزيمه وخلات الجمهور كيشفع عليها. مع الوقت داز الموسم الاول الثاني وليتي كتاخذ بلاصه كبيره في الفرقه، وبارمي لي ريزون علاش كتاخذ بلاصه كبيره في الفرقه، كتلعب في ميليو ديفونسيف، كتلعب في لور، كتلعب على اليمين. قول لنا الله يرحم باك شنو هي درجة أن الجمهور كيعيط لك فوماده صفراء. قول لنا الله يرحم باك شنو هو البوست ديالك اللي أنت عزيز عليك تلقى فيه راحتك؟ أنا اللي كنلقى فيه راحتي كلشي عارف. أنا خرجت من الجيش الملكي على قبل المشكل، أنا كنرتاح في الميليو التيران. ميليو التيران كنعطي فيه إضافة، كنعطي فيه الكثير، أنا كنرتاح فيه. سيرتو كما كيعرف الجميع دزت في ليكيب ناسيونال، الحمد لله لعبت 3 كوب دافريك، واحد مع ليكيب او وجوج في مع المحليين. فكما كيعرف لعبت اريا دروا، لعبت في اللاكس، ولكن البوست اللي كرتاح فيه هو ميليو تيران. علاش كترتاح فيه؟ اش كيعجبك فيه؟ كنلقى البليزير ديالي، كنبغي نلعب، كنبغي نقيس البالون بزاف. كما هادي اللور كتبقى بحال العساس كتفرج بحال العساس، كتولي بحال البياز
ولكن علي من عندك كتقيس الكره ملي كتكون اريا دروا. حتى اريا دروا كرتاح من بعد الميليو تيران كرتاح في اريا دروا. واش انت كتظن بلي انا لو فات بلي انا كتقدر تلعب في اي بلاصه عاونك في لاكارير ديالك ولا بلوكاك في لاكارير ديالك؟ ما نكذبش عليك، هو مزيان وما مزيانش. سيرتو ملي كان عندي لا صغير كنت في فريق الجيش الملكي، كنت غادي نمشي نحترف في ميليو تيران، كان طراني واحد المشكل مع ليكيب ناسيونال. مهم الغلط كي كتستافد منه. شادي نقول لك ميليو تيران كيعطيك حافز باش تحترف، ماشي بحال فين كنت غتحترف. كنت غادي نمشي لفرنسا، كانوا ثلاثه فرق هذيك الساعه، كنا في الماتش ديال المغرب وتنزانيا. كنزل الفاكس للفريق الجيش الملكي، ثلاثه الفراقي باقي عاقل عليهم، مارسي نونت ونيس. نو بروميير ديفيزيون، بروميير ديفيزيون وفراقي كبار. فراقي كبار. وشنو وقع؟ كان وقع واحد المشكل، هو سيسبوندينت واحد ست شهور بحكم هضرت مع الاربيط ماشي هو داك. ومنك تخارج درت واحد الحركه الرياضيه اللي كنت باقي صغير، الغلط كيوقع استفدنا منه تما فين طرا المشكل. واش مازال كتسترجع هاد الفيلم هذا وكتلوم راسك؟ كتصير اي حاجه الحمد لله، اي حاجه كتدوز عليك في الكره كتبقى لك في الراس، لا خيبه لا زوينه. ملي كنوصلوا لهذا المشكل هذا اللي وقع لك، كنجيو للشخصيه ديالك عبد الرحيم شاكير. انت واحد الانسان اللي عنده واحد لاغرينتا كبيره، والبوبليك كيموت عليك، بحيث ملي كيشوفك كتلعب كيشوف واحد الانسان عاطي كل شيء. منين جاك الجهد؟ فاش غادي نقول لك كره القدم، اللي ما عندوش النفس ما يلعبش كره القدم. انا كنبغي نلعبها في الدرب، ما كنبغيش نخسر لعبه 100 ريال، ما كنبغيش نخسر كارطه. اللوجيكي هذه كارطه هانيه، كارطه مع صحابك. ولكن الا كنتي كعارف دابا الكارطه، الا كنتي لاعب مع شي جوج صحابك مزيانين وفيهم الهضره، وهذه ما كتبغيش تخسر، كتبغي توال وما تفاكش معاهم حتى الاخر حتى الاخر دقيقه. ولكن او ميم طون حنا سمعنا بلي تسولنا عليك بزاف ديال الناس اللي قالوا لينا راك ان ليدر، يعني كتجبد معك الفرقه، كتشجع الدراري، هادشي كاين، كتهضر معاهم بزاف تيران. واش غادي نقول لك؟ ما نقدرش نقول لك. الناس اللي كيشوفوا الحمد لله، ما كنبقى نهضر مع صحابي بزاف، حيت الكره خص الكومونيكاسيون بين اللعابه، كتحب شي واحد لما دخلت في الماتش كتمشي تشجعو، شي واحد الا كانوا عنده جوج كتمشي تعاون انت وياه، هادي ضروري. الهضره هي كل شيء في الكره، تصير تشوف في وسط الميدان. وفي نفس الوقت قالوا لنا بلي انك في الفيستير راك منشط، راك شويه قالوا لنا شويه حلايقي، شويه لومبيونس راك عارف ضروري ضروري. لومبيونس منين بدا باش هاد لومبيونس؟ واش النكات ولا الشطيح؟ لومبيونس الموسيقى والشطيح والزغاريت وكل شيء. شنو الموسيقى كتعجبك؟ انا هي كتعجبني الشعبي الصراحه، انا شعبي ولد العلوق. نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيجو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة. دابا في جوج سيمانات دزنا واحد الفرحه كبيره مع التعادل ديال الديربي والتاهل في كوب ضرب، ومن تماك دزنا الخسران مع الترجي. هادشي في سبع ايام. كيفاش انت كتعيش هذا البوبليك هذا اللي نهار كيصفق عليك كيكبر بيك ونهار كيتعصب عليك؟ البوبليك ديال الرجاء كيعرف ما كيبغيش يخسر، ديما كيبغي يشوف فرقته ديما الطوب، ديما رابحه، ديما زاهيه. الكره هي هذه، فيها خسران تعادل رباح. كما شتي كنا لعبنا دون ماتش في ريتم كبير، لعبنا مع فرق كبار، خدينا التأهل الحمد لله في كوب ضرب. أول ماتش في الجروب ديال تشامبيونز ليغ كنا لعب مع الترجي، فريق كبير اللي عامين وما كيديو تشامبيونز ليغ، ما سهلش. كما شتي اللعابة دخلوا عازمين باش يحققوا واحد النتيجة إيجابية، ما ساعدناش الحظ، كنعتذروا للجمهور وكان ان شاء الله كنقول لهم راه غنعاود الماتش ديال فيتا كلوب ان شاء الله نجيبوا بنتيجه ايجابيه. واش كتظن بان الفرقه هاد ليفيكتيف اللي عندنا هاد العام، داكشي اللي كنشوفوه، واش في المستوى ديال ليفيكتيف
ولا بحيث كاين بزاف ديال الناس رجاويين كيقول لك هادشي اللي كتعطينا هاد الفرقه الى حيدنا هاد النتيجه ديال الديربي ما هياش في المستوى ديال التسميات اللي كاينين هنا والبوتنسيال اللي عند هاد اللعابه هادو. اش غادي نقول لك؟ غادي تقارن لعاب بلعاب تشوف الفرق اللي كاين، راه من احسن لعابه في افريقيا اللي كاينين هما اللي كاينين فريق رجاء البيضاوي. فالحمد لله مع اللجوء ديال السي السلامي والسي يوسف السفري، فالحمد لله حنايا الخدمه غاديين وكنزيدوا لقدام. كنشوفوا كي السي جامع راه كيخدم معنا صراحه، البوان فيبل ديالنا والبوان فوبر ديالنا. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى توفقهم ونزيدوا معاهم ان شاء الله لقدام. شنو الفرق ما بين مثلا غاريدو كارتورون وسلامي؟ فكل مدرب عنده تاكتيك ديالو، كل مدرب عنده شخصيه ديالو، كل ما نقدرش نقول لك شنو اللي تبدل مثلا مع الـ مع الـ مع سلامي. سلامي كيعرف سيرتو هو ولد الدار، كيعرف الخبايا ديال الفريق، هو راه عارف المشكل فين كاين وحيحاول يخدم على هذا الجانب هذا ان شاء الله باش يزيدوا بفارق القدام. ملي كنشوفوا هذه الفرقه هذه كنحسوا بحال الا ما لقيناش لا فورمول اللي غتخدم لينا هذا العام، بحال مازال كنقلبوا على ميليو تيران لا بلاص ديال كاين بزاف ديال علامات استفهام في التشكيله ديال الرجاء. انت كيفاش كتشوف هذا الشيء؟ انت دابا شحال من واحد كيقول لك فرق رجاء البيضاوي ما عندوش ميليو تيران، هو قرا اللعاب لعاب وشوف اللعاب اللي عندك وشوف الفرق اللعاب اللي عندهم. ما كنظنش انايا ميليو تيران هو المشكل ديال فرق رجاء البيضاوي. شنو كيعصبك انت في الكره؟ هو الخسران ما كنبغيش نخسر، واخا نكون لاعب مع اي فرقه، واخا تكون صغيره كبيره كنبغي نربح وكنبغي نعطي الروندمون ديالي نكون مزيان والفرقه ديالي كامله تكون مزيان. واش كيعجبك؟ كيعجبني هو الربح، هو 3 بوان ولا ندي شي لقب ولا نفرحوا الجمهور ديالنا هو اهم حاجه. انا بغيت نسولك على الفريق الوطني، شفناك مع الطوسي ياك، داك ليكيب ا ومن بعد غبرتي، بعد عاود تاني شفناك مع المحليين، كيفاش انت كتشوف المستوى ديالك والباساج ديالك في ليكيب ناسيونال؟ كنت دخلت مع غيريز من نيجا، كانوا لاعبين كوب ضرب اللي فازوا به المنتخب الوطني المغربي الى عقلتي ديال الصالحي فوالا. كنت في لاليست الاخرى صافي غادي، كنا لاعبين ماتش الاخر مع لي فار، هذيك الساعه كنت انايا في لي فار لعبنا مع فريق الوداد البيضاوي في كازا اللي تصابت بكسر في البيروني، تما ما مشيتش معاهم. الحمد لله كانوا فازوا بقلبنا، كان معاهم فازوا بالدوري تمايا باللقب ديال الكوب ضرب. كما كيعرف مشيت مع رشيد الطوسي، مشيت كاريه ضروه، هذيك الساعه ما كنتش كنلعب اريه ضروه بزاف، كنت كنلعب شويه البوز ديالي هو كنت كنلعب في لي فار، كنت كنلعب ميليو تيران، هادشي هو اللي ما خلانيش نكمل مزيان. كنت كنلعب في ميليو تيران نقدر نقول لك. هاد السيمانه مورا الخسران ديال الترجي كنا كنقلبوا على شي جوار غادي يبغي يهضر معنا ياك، وملي كنقلبوا في لي ريزو سوسيو لقينا بلي كاين واحد اللاعب اللي معليش لا كريتيك هو انت. يعني نهار السبت حتى شي واحد ما عطاك ديك كريتيك، واش واعي انت بهذا الشيء؟ شوف، اي جمهور كينتقد اللاعب ديالو، اي جمهور ما كيبقاش في الفورم ديالو، ديما كتكون ماتش مزيان جوج ماتشات مزيانين تلعب، ليسونسيال هو البيبليك خصو يشجع اللاعب ديالو الا كان كيتيق فيه. الا ما كانش كيتيق فيه راه بلا ما يشجعو بلا ما يلعب كاع. دابا غتعاود لينا شي شويه، بحال سولنا بزاف ديال اللعابه مازال ما فهمناش شنو وقع في الدوزيام ميتون ديال الديربي الله يخليك، بالنقاط السيئه هذيك 4-1 خاسرين فيه ولا رومونتادا، عاود لينا هذا الشيء الله يخليك. هذا الدوزيام ميتون كيفاش عشتيه انت؟ ماتش كامل اش غادي نقول لك؟ بحال شي فيلم ديال الاكشن. سيرتو دوزيام ميتا كنا دخلنا ديك الشيء كما شتي، دخلنا كنا خاسرين بواحد زيرو، دخلنا عازمين باش نحقوا التعادل ونزيدوا الهدف الثاني باش نفوزوا في المباراه كما شتي. دخلنا عازمين، جاب بيرانتي ماركا محسن، بقينا ماركاو عندنا الثاني الثالث الرابع، ما كايناش ربع ساعه ماركاو ثلاثه البيوت. هذاك نورمالمون خصو يجيب الكاول شي فرقه، يعني من تماك خصك فوالا كتبقى 15 مينوت وانت خاسر ب 4-1 ومع فارق كبير،
بحال فريق الوداد البيضاوي، وكما شتي عارف الجمهور، وكان التيران كما كيما شتي كان تيران عامر، صعيب باش ترجع. الحمد لله ماركينا البيت الثاني ديال جا ضربه جزاء، لا ماركان اداء حداد حميد تا جبرون الحمد لله دخل، لا الدراري كاملين لا الوردي لا حداد لا جبرون دخلوا عطوا اضافه للفريق، حيت الفريق الا ما عندكش بونتوش راه ما عندكش فريق. الحمد لله دخلوا كما شتي هضر معنا السي جمال والسي يوسف السفري، هضروا معنا فوالا اللي كاين واللي كاين واللي كاين، حنا طبقناه في وسط التيران كما شتي. تماركي البيت الثاني واحد ارجع الحمد لله بعد واحد شويه، كنا الى شي واحد اللقطه راه كنا تجمعنا انا وبانون ومحسن، هضرنا قلنا فوالا راه باقي اللاعب هادي نتكونسونطراو هادي، فالحمد لله هضرنا مع الدراري الاخرين هادي، بقينا مكونسونطرين في الماتش، بقينا لاعبين الكره ديالنا، ما بقيناش كنلعبوا ديك الكره اللي تشدها تلعبها على لاطاك، بقينا كنبنيو من لا ديفونس ميليو تيران لاطاك. فالحمد لله ماركين جا البيرانتي الثالث كما شتي كره الاخرى فاراريتي. لا لا تسنى خليك في بينالتي الثانيه هذيك البانينكا، واش زعزعات شويه الخاطر ديال الخصم زعما ديال الوداد؟ واش فصراحه باش 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 تضرب هذاك البيرانتي في هذيك الوقيته وبهذيك الطريقه خاصك تكون لاعب كبير. فالحمد لله لا محسن كان تبارك الله كان مزيان في هذاك الماتش، عاوننا عطى اضافه كما شتي الهدف اللي ماركا هو اللي رجعنا في الماتش. كنت باغي تيليه البينالتي؟ لا 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 ما كنتش، لا حيت جوج بينالتيات زعما في ميطه واحد، حيت المدرب هو اللي كيعطي شكون يضرب. كان محسن هو الاول، كان بدر بانون هو الثاني، وانا كنت هو الثالث. كون ما كانش غيضرب بانون غنمشي نضرب. وعاودين دابا الدقيقه الاخرى كما شتي ميني كورنير، جات براريتي كما شتي ديال جبرون، جاب كوفرا محسن تكونسونطرا، قلت ليه واش مشيت انا كنت باغي نضربها، مشيت عنده قلت ليه محسن واش غضربها، قال لي صافي سير، قلت ليه الله يسهل عليك بحال هكا سول محسن يقول لك، قلت ليه سير الله يسهل عليك، وجاب الله مالونغو ايليا الله يخلف. شنو وقع في الفيستير عاود لينا شويه؟ واش غادي نقول لك، فرحه لا توصف صراحه، فرحه لا توصف، سيرتو من احسن الديربيات اللي دازوا في التاريخ، ما فرحه اللاعبين لا مكتب لا جمهور، باش دوز صافي كلشي كيقول لك راه الرجاء هادي، وسيرتو الرجاء ياك عارف الرجاء والوداد عندهم واحد الحساسيه صعيبه اللي كتخسر الفرقه مشكله كيبقى الفريق الخاص. فالحمد لله ربي وفقنا وجا من جهتنا، كان صفى اهم حاجه هو الصفى، صفيت شرب الحمد لله، راه صفينا راه شربنا. انا بغيت نسولك، ملي كنا خاسرين بربعه لواحد واش ما كنتيش كتخيل هذيك الخامس غادي يجي غادي تسمعوا شي حاجه اللي غتدخلوا التاريخ، ولكن من الباب الخايب ماشي من الباب الزوين اللي دخلتوا ليه؟ ما نكذبش عليك كنهضر لك على راسي انا، والله سيدي لا طاحت ليا، وليت كنقول هادو غادي يرجعوا لنا هذيك خمسه وغادي ندخلوا عاوتاني معاهم في التاريخ، هادي شكون اللي خسر بخمسه، راه كان فلان وكان فلان وكان فلان وكان فلان، والله الا هي اللي طاحت ليا في بالي بالله. وربي الحمد لله مني ماركينا البيت الثاني في ذاك الوقيته ديال الاحداد، الحمد لله حسيت باقي اللعب الدراري كشي، هضرنا بعدياتنا كنهضروا في التيران كنهضروا مع اللعابه هادي موتيفي لا غرينتا، ربي جاب التيسير اللهم لك الحمد. الميساج ديالي هو الجمهور فريق الرجاء البيضاوي يثيقوا في اللعابه ديالهم، يتيقوا في الستاف ديالهم، راه كيدير واحد الخدمه ويجي ساندونا الحمد لله. كيما شتي تيران الماتش الاخر مع الترجي الحمد لله جاو ساندونا من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى، ربي ما يسرش ان شاء الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى في الماتش ديال فيتا كلوب نرجعوا بنتيجه ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نتكاليفوا ان شاء الله. كتعرف الديسكات الديسك ديال الرجاويين؟ ضروري. هنا واحد اللي كيعجبك انت بزاف؟ شحال من واحد كيعجبني الصراحه اللي حافظ مثلا، اللي حافظ واحد الديسك قديم بعد هنا واحد هذيك ديال السيزو ديال سيزو مايكا صوفيا العلودي قديم ما تخافش. وتمنى شي نهار تكون في شي مورس ولا اش غادي نقول لك؟ ما نقدرش نقول لك راه الجمهور هو اللي خصو، الا كان فيك بليزير ما كانش راه حنا معاهم. شكرا بارك الله فيك عبد الرحيم، شكرا بارك الله فيك، شكرا.
برنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. رياضة. رياضة.